متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير وحييكم مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة والمحبة والسلام، وهو الشوط 14 الخاص بالجعدان الأصايل من سن اللقايا وخاصة بأصحاب السمو الشيوخ. إذن على بركة الله، المسافة هي المصحوبة لهذه الفترة الصباحية هي 5 كيلومترات. جائزة هذا الشوط هي عبارة عن سيارة نيسان مقدمة للفائز بالمركز الأول. إذن على بركة الله وحفظ أبدا بالمركز الأول، أبدا بالمركز الأول، فلاح على المركز الأول التابع لهجنة الشاحنية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري، بينما المركز الثاني القدوم أيضا على المركز الثاني من يأتينا ثانيا بهذه اللحظات، هناك هداد التابع أيضا الهجن الشاحنية بقيادة المضمر حمد بن علي بن حلفان المري، بينما المركز الثالث أيضا القدوم على المركز الثالث بهذه اللحظات من يتواجد الابيض لسعادة الشيخ او لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف ان هيان سعيد بن مبارك الوهيبي من ياتينا بعملية التضمير، بينما المركز الرابع، المركز الرابع يا سلام القدوم ايضا على المركز الرابع من قبل بلهان من ياتينا من هجن الشاحنية بقيادة سالم بن باران المري، بينما المركز الخامس، المركز الخامس يا سلام المركز الخامس اللي من الجانب الاخر، المركز الخامس يتواجد على المركز الخامس يتواجد هناك تواجد جميل على المركز الخامس حامل رقم 25 يتواجد او حامل 29 يتواجد هناك اللي محلل لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم بقياده المضمر، المضمر غير مدون لدينا في الكشف، ولكن العوده مره ثانيه الى مقدمه هذا الشوط، العودة إلى الصدارة والقيادة والمسار الأول يا سلام، هناك فلاح على المركز الأول التابع الهجن الشاحنية أو فلاح اللي على المركز الأول التابع الهجن الشاحنية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري، بينما المركز الثاني يا سلام القدوم على المركز الثاني من يأتينا على المركز الثاني هناك بلهيان اللي على المركز الثاني التابع لهجن الشاحنية أيضا بقيادة المضمر سالم بن فاران المري، دافع بكوكبة ثنائية بهذا الشوط، بينما المركز الثالث هناك ما جبنا له طاري اللي على المركز الثالث بهذه اللحظات يتواجد على المركز الثالث هناك هملول لسمو الشيخ أحمد بن سعيد أو لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم عبيد بن حمد بن بريك المري من يأتينا بعملية التضمير، بينما المركز الرابع، المركز الرابع أيضا القدوم على المركز الرابع حداد من هجن الشاحنية بقيادة حمد بن علي بن حلفان المري من يأتينا بعملية التضمير، بينما المركز الخامس يا سلام المركز الخامس شعار سمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سيف بن مبارك بن غويث الكتبي من ياتينا بعملية التضمير، هذه النتيجة ايضا للخمس المراكز الاولى المتقدمة والنداء الثاني لهذا الشوط، العودة مرة ثانية إلى المقدمة والصدارة وقيادة هذا الشوط، من ينطلق مع بداية هذا الشوط، من ينطلق في الصدارة ومن يغادر من أول انطلاقة، وهذه حتى هذه اللحظات هناك فلاح على المركز الأول من هجن الشاحنية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري، بينما المركز الثاني سلام القدوم ايضا على المركز الثاني من هجن الشاحنية بقيادة ايضا المضمر سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث، المركز الثالث من ياتينا على المركز الثالث يا سلام، يا هو تحدي يا هي اثاره مع هذا المهرجان الختامي الكبير اللي يقام على ارضيه هذا الميدان، ميدان الشاحنيه يا سلام، اعود مع المركز الثالث والصداره، حصاد اللي على المركز الثالث التابع لسعاده الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفه الثاني علي بن حمد بن حسين الجرحب من ياتينا بعمليه التضمير، بينما المركز الرابع القدوم ايضا على المركز الرابع بهذه اللحظات من قبل صنديد التابع من هجن الشاحنيه بقياده محمد بن خالد بن عبد الله العطيه من ياتينا ايضا بعمليه التضمير، بينما المركز الخامس يا سلام
المركز الخامس، الوصول أيضا على المركز الخامس بهذه اللحظات. من يأتينا هداد أيضا التابع لهجن الشاحنية بقيادة حمد بن علي بن حلفان المري، من يأتينا بعملية التضمير. هذه النتيجة أيضا للخمسة المراكز الأولى المتقدمة، والنداء الثالث لهذا الشوط. لا زال فلاح اللي على المركز الأول، وفالح بهذا الشوط، فالح بالسيارة، السيارة في الانتظار، السيارة في الانتظار. يا سلام، فلاح من يقود المسار الأول وينطلق بهذا الشوط، ينطلق بالسيارة. يا سلام يا سلام يا سالم بن فاران يا المري، روح رفقتك السلامة مع هذا الانطلاق الجميل والرقص الجميل والمميز. يا سلام يا سلام، فلاح على بداية هذا الشوط ينطلق كله بما لديه من إصرار ومن عزيمة ومن تحدي ومن إثارة. التابع لهجن الشحنية بقيادة سالم بن فاران المري، من ينطلق مع البداية ومن يتابع فلاح خطوة بخطوة، بينما المركز الثاني أيضا القدوم على المركز الثاني، حصاد على المركز الثاني لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني علي بن حمد بن حسين الجرح، من يأتينا بعملية التضمير. بينما المركز الثالث، يا سلام يا سلام، صنديد على المركز الثالث التابع من هجن الشاحنية بقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يتابع المركز الثالث. بينما المركز الرابع القدوم ايضا شعار جديد الديب، ياتينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المنثوم سالم بن حمد بن هيان بن سالم العامري، من ياتينا بعمليه التضمير. يا سلام يا سلام، الامتار المجنونه، الامتار المجنونه، الامتار الحرجه. يا سلام يا سلام، لا زال فلح سلام سلام، وتحيه واحترام تهانينا والناموس من هذه اللحظات لهجن الشحنيه، وايضا تهانينا والناموس ايضا للمضمر سالم بن فاران المري. قام راس وينهي هذا الشوط راس الى خط النهايه. اسعد الله صباحكم محمد على ظهر التهانينا والناموس لهجن الشحنيه، وتهانينا ايضا للمضمر سالم بن فاران المري المركز الثاني. المركز الثاني من وصلنا صنديد ايضا التابع لهجن الشاحنيه ايضا بقياده المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ايضا بقياده المضمر سالم بن حمد بن هيان العامل. المركز الرابع، المركز الرابع من وصلنا على المركز الرابع مناور لهجن العصبه. المركز الخامس، المركز الخامس من وصلنا حصاد على المركز الخامس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. هذه النتيجة أيضا للخمسة المراكز الأولى. أعود بالتهنية وبالتوقيت الزمني اللي حصل عليه في هذا الشوط فلاح اللي حصل على المركز الأول التابع من هجن الشحنية. التوقيت الزمني 7 دقائق و41 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني أيضا كان من نصيب 7 دقائق و41 ثانية و55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشاحنية على فوز صنديد بالمركز الأول، وتهانينا لمحمد على المركز الفائز بالمركز الثاني. تهانينا والناموس، وتهانينا للمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية المركز الثالث. 7 دقائق و41 ثانية أو 42 ثانية و13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وتهانينا للجميع.